بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية اسمحوا لي ان انا اهني العاملين بالهيئة وقيادتها بهذا اليوم وبالجهد الكبير اللي احنا شايفينه وبالنتائج الطيبة اللي تحققت خلال الفترة اللي فاتت، واللي انا متصور ان هي ان شاء الله هتزيد خلال الشهور والسنين القادمة. واحنا المفروض هنفتتح المرحلة اللي هي بتاعت التكريك الأخيرة ديت أو التوسعة الأخيرة اللي اتكلم عنها فريق أسامة نص السنة الجاية، مش كده؟ ها؟ يعني في يونيو هو بيقول لي طبعاً اديني فرصة شوية وبتاع، لكن أتصور إن احنا اتفضل استريح. إن شاء الله نص السنة الجاية لو لينا عمر يعني نفتتح إن شاء الله هذا الجزء، ويبقى كده التطوير اللي احنا استهدفناه من توسعة القناة وازدواجها تحقق بشكل كامل طبقا للتخطيط يعني. ان شاء الله يعني الامور تمشي بشكل كويس. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها هي موضوع الاقتصاد. او قبل الاقتصاد اتكلم الاول على موضوع السلع وتوفرها وايضا الاسعار المرتبطه بها. واسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ايه، في كلام كتير بيتقال على ان الازمه دي ازمه عالميه وليها تأثير كبير جدا على كل دول العالم، واحنا منهم، وده صحيح. بس انا عايز اقول لكم على حاجه وبكررها كتير مع حتى يعني لما بقابل وفود من دول تانية بنقول لهم احنا معالجتنا للازمه في مصر مش زي المعالجه بتاعتكم، وانا هكررها وارجو ان احنا كلنا ننتبه ليها. قلت لهم احنا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلع أو للطاقة على شعبنا، لأن ده كان هيبقى فوق طاقة الناس، فوق طاقة الناس. كان هدفنا الأول إن احنا يبقى في توفير للسلع بشكل يحقق مطالب الناس بدون أي ضغط، ثم ما أمكن إن هذه التكلفة ما تبقاش ضغط على الناس زيادة عن اللزوم.